استيراد البيض من تركيا بعد ارتفاع أسعار البيض المصري. ورئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء يؤكد أن كفة ميزان كرتونة البيض التركي أكثر من كرتونة البيض المصري، فما الكمية المستوردة وما أسعار البيض التركي والمصري أيضا؟ التفاصيل كاملة من خلال هذه التغطية. أعلنت الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة عن استيراد البيض من تركيا، وذلك بسبب ارتفاعات كبيرة في الأسعار التي وصلت إليها أسعار كرتونة البيض المصري في الآونة الأخيرة، واتجه البعض إلى المقارنة بين كرتونة البيض المصري والكرتونة المستوردة من حيث الوزن والطعم والجودة والسعر. وفي هذا السياق قال حمادة إبراهيم نائب رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن في تصريحات صحفية أن هناك اختلافا في وزن كرتونة البيض بين المصري والتركي، فوزن كرتونة البيض التركي لا تتجاوز 1.6 كيلوغرام، بينما وزن كرتونة البيض المصري تتعدى 2 كيلوغرام، فيما أكد على أن البيض المصري يتميز بجودته وطعمه الخاص، موضحا أن صلاحية البيضة من 10 إلى 15 يوما، ولكن ماكينات تدوين تاريخ الإنتاج والصلاحية على البيض مكلفة للغاية، وإذا تم توفيرها من جانب الدولة سيتم كتابة بيانات الإنتاج والصلاحية على البيضة، مضيفا أن سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة 252 جنيها، بينما سعر كرتونة البيض البلدي 125 جنيها. من جانبه قال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء أن كفة ميزان كرتونة البيض التركي أكثر من كرتونة البيض المصري، وهو ما يتناقض مع البيانات التي أدلى بها حماد إبراهيم نائب رئيس شعبة البيض باتحاد منتجي الدواجن، حيث أكد أن وزن كرتونة البيض المصري لا تتجاوز 1.450 كيلوغرام، بينما وزن كرتونة البيض التركي تتجاوز 2.1 كيلوغرام. وأشار أيضا إلى أن جودة البيض التركي مرتفعة وتتميز بكتابة كافة البيانات على البيضة من حيث تاريخ الإنتاج والصلاحية، وهو على عكس ما يتواجد عليه البيض المصري، موضحا أن البيض المستورد يتم العناية به وتنظيفه ويتميز بمذاق مختلف يشعرك بالطعم والجودة الخاصة بالبيض قديما. واختتم رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء تصريحاته بأنه سيتقدم ببلاغ إلى جهاز حماية المستهلك، وذلك لضبط الأسواق وفحص جودة البيض المصري ووزنه وتاريخ الإنتاج والصلاحية. ويتساءل العديد من المستهلكين عن سعر البيض التركي في مصر بعد استيراد مصر نحو 30 مليون بيضة، ويصل سعر كرتونة البيض التركي إلى 150 جنيها. وعن أسعار البيض اليوم، فتتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الأحد من 160 إلى 165 جنيها، وتتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الأحد من 160 إلى 165 جنيها، فيما تتراوح سعر كرتونة البيض البلدي اليوم من 160 إلى 170 جنيها. إلى هنا مشاهدينا تنتهي تغطيتنا، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.